بدايات الفينجر ستايل. انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. اهلا بيكم. النهاردة حلقة جديدة ناس كتيرة طلبتها من زمان وانا اتأخرت فيها، معلش مقصر في الموضوع ده. وانا الناس بتتكلم عن حاجة بيسموها فينجر ستايل بالانجليزي او بالاسباني بيكادو، او بالعربي عندنا النقر بالاصابع. الحلقة ديت للناس كلها اللي عاوزة تبدأ جيتار كلاسيك. يعني ايه جيتار كلاسيك؟ جيتار كلاسيك مش هنا معناه جيتار نفسه، لا، يعني عزف الجيتار الكلاسيكي او عزف المقطوعات الكلاسيكية. الموسيقى دي ممكن تكون راجعة لعصور الكلاسيكية في الموسيقى زي عصر باخ مثلا. يعني باخ ليه مقطوعات اتعملت جيتار يتعزف جيتار كلاسيكي، وممكن تكون المقطوعات دي حديثة زي مثلا لناس مشهورين زي واحد زي أندريا سيجوفيا أو فرناندو سور أو تريجا مثلا. يعني فالمقطوعات دي بتبقى صورتها إنها تبقى مقطوعات كلاسيكية العزف فيها بالنقر الأصابع. عشان أنا أبقى في البوزيشن بتاعي بتاع عزف الجيتار الكلاسيكي، احنا نقول النوع التاني اللي هو الفلامينكو بس لسه في اخر الحلقة، يعني العزف الكلاسيكي دوت انا محتاج ابقى في وضع معين للجسم ووضع معين للجيتار كمان عشان اقدر اطلع الصوت بالظبط بتاع الجيتار الكلاسيكي. هحتاج ايه في الموضوع دوت؟ هحتاج ده بيسموه كرسي رجل او فوت ستول زي ما بيقولوا كده باللغة الانجليزية. البتاع دوت عبارة، لو انت هتشتريه يعني كمثلا آلة محترفة يعني وبتاع وهتعزف بيه في حفلات وكده، انت بتشتريه من محل الأدوات الموسيقية، وهو عبارة زي ما انت شايف كده، هو عبارة عن يعني كرسي للرجل كده، وفي أماكن كتيرة تقدر تحط العلامة ديت بحيث انك انت ترفع الفوت ستول دوت المقاس اللي انت عاوزه حسب طول رجلك. طبعا كل ما كان الطفل صغير مثلا في الحجم كل ما هيحتاج يرفع رجله مثلا اقل شوية من واحد كبير، فبتحطه على المقاس المناسب ليك مثلا من هنا، بتظبطه الزبطة ديت. مجرد ما بتحطه خلاص بيبقى ثابت زي ما انت شايف كده، تحط عليه رجلك. عشان ايه احط عليه رجلي؟ عشان ارفع الجيتار. هنشوف دلوقتي وضع الجيتار الكلاسيك. دلوقتي معايا الجيتار، رجلي الشمال اترفعت على الكرسي اللي احنا اتفقنا عليه دوت، فبحط التجويف بتاع الجيتار اللي انتوا شايفينه دوت على الرجل نفسها، فبيبقى التجويف قاعد على الرجل مستريح كده بالظبط، بحيث انك انت ما بتحتاجش تسند الجيتار بأي حاجة خالص. يعني يدوبك هو الجيتار سند نفسه كده، وانت يدوبك ايدك حواليه من فوق زي ما تقولوا السنمة ديت بتاعت الجيتار، بتحط ايدك من فوق كده بالعضد بتاع ايدك نفسه. يعني العضد بتاع ايدك بيبقى فوق كده، فانت الجيتار بيبقى ارتفاعه تقريبا الراس ديت في ارتفاع عينك، يعني الخط دوت ماشي مع خط عينك او خط مناخيرك بالمنظر دوت. ليه؟ لان انا محتاج ايدي تبقى كده على الجيتار، وكوعي طبعا انا ملزقش كوعي كده في جسمي، مش هعرف اعزف كده خالص ولا هعرف اتحرك كده خالص، لازم كوعي يبقى بعيد شوية عن جسمي، وايدي اليمين مش هنا، مش فوق الاوتار هنا، مش فوق الفريتس من ناحية دي، لا ده ايدي هنا بتبقى فوق الفتحة العلبة الصوتية. انا لو شلت ديت هتبقى تحتها الفتحة الصوتية، فانا هبقى هنا ايدي بالظبط مكانها، وساعات ايدي بتيجي هنا، ساعات ايدي بتيجي هنا في بعض التكنيكات يعني، بس في الغالب ايدي هنا قدام فتحة الصوت اللي بعزف بيها. طب ليه الوضع ده؟ طب انا ما اقعدش يا اخي مريح كده ليه وبتاع؟ اولا لو انا ميلت الهيد بتاعت المسطرة بتاعت الجيتار كده، انا عشان اعزفها هضطر الزق كوعي في جسمي، فما فيش حركة، ما فيش حرية، ووضع صعب، هيعمل لي مشكلة في كتفي كمان بعد فترة. وحطيته على الرجل دوت، انا لو حطيته على الرجل دوت هيبقى ده الوضع الفلاميكو اللي احنا هنقوله في الشرح التاني. ليه انا محتاجه كده؟ انا محتاج ايدي ديت تبقى حرة، فانا مش بستعمل اي ايد منهم لسند الجيتار، ايدي دي تيجي كده وتطلع كده والجيتار زي ما هو ثابت في مكانه ما تحركش. الايد ديت ليه؟ لانها هتبقى خفيفة جدا وانا بنقر على الجيتار، لان انا بنقر بطرف صباعي يا دوبك ضوافري تبقى ملي مثلا فوق الصباع، فبنقر بزاوية، يعني مش بنقر كده، يعني ايدي مش موازية للمسطرة كده وانقر كده، لا مش كده خالص، ده بتبقى بميل
الايد التانية بقى لازم تتكور كاني ماسك كورة في ايدي، كاني حاطط كورة في ايدي كده. ليه؟ عشان صوابعي تمشي على المسطرة كده. طب يا اخي ما تريحنا شوية، خليها كده. طب انا هحط صباعي من فوق، هشعلق صباعي من فوق كده شوية، وعشان سهل بيسهل لي كده امسك فيه وبتاع. لا، انت كده معتمد على صباعك دوت في ان الايد تبقى متشعلقة في الجيتار، مش هينفع كده. ليه؟ ما تيجي تعزف بقى مقطوعة زي دي مثلا، هتعملها ازاي؟ حلو بقى، انت جاي هنا من قبل الرقبة بشوية وهتعمل حاجة زي كده. انت متخيل ايدي هنا؟ لازم ايدي دي تبقى مكوره التكويره ديت عشان صباعي يدخل بالظبط على مكان وما يخبطش في وتر تاني وما يكتمش وتر تاني، ان بعض هتعمل في بعض المقطوعات هتسند وهتبقى محتاج الوتر يرن وانت بتعزف معاه. انت متخيل عشان توصل للاوضاع بتاعه المنطقه العاليه دي في المسطره دي هتضطر تعمل ايه؟ فانا عايز ايدك من الاول تتمرن انها بعيده عن جسمك خالص وتتحرك بحريه على المسطره. طيب اتمرن ازاي على الجيتار الكلاسيك عشان ابدا خالص الرحله بتاعتي معاه؟ عشان اتمرن على الجيتار الكلاسيك لازم تبقى فاهم من الثلاث اوتار الغليظه اللي فوق اللي شكلهم معدني دول. ليه؟ لان ملفوف على النايلون سلك كروم فيبان لك ان هو معدني. هو لفين ليه سلك كروم؟ علشان يتخنوا الصوت شويه، لانك انت محتاج تطلع من من الحاد دوت للعريض دوت عشان تطلع تنزل معانا في السلم الموسيقي ويعمل لك النوت الغليظه، فاضطروا يلفوا سلك كروم حوالين السلك النايلون نفسه. طيب التلات اوتار اللي فوق دول غالبا بيتعزفوا بالصباع دوت، ده بيسموه بي، بيتعزف بيه التلات اوتار الغليظه. وضعه في الجيتار انك انت بتعزفه بالجنب كده شويه، تخشش كده جوه الجيتار تبقى بتنقر وانت بتلغوص في الجيتار. لا، يبقى بالجنب كده شويه، بالضفر، حته من الضفر وحته من اللحم كده، يا دوبك مقربه من الوتر يعني. ماشي؟ فدوت الصباع ده بيبقى فري، ده هيبقى خلي بالك غير وضع الفلامينكو اللي احنا هنتكلم عليه بعدين. الثلاث صوابع دول اي وام واي، سو يبقى بي اي ام اي، بي اي ام اي. الاربع صوابع دول هم اللي بيتعزف بيهم الجيتار الكلاسيكي. اول صباع البي بيبقى مخصص للتلات اوتار اللي ملفوف عليهم النيكل دوت. الاي والام والاي كل واحد على وتر من الاوتار دول، او بتستعمل الاي والام او الام والاي او الاي والاي على حسب المقطوعه اللي انت ماشي فيها. طب اتمرن على الوضع ده ازاي؟ احنا اخذنا التمرين لو تفتكر معانا بتاع تمرين ايدنا على الجيتار. كنا عزفناه بالريشة على الجيتار الالكتريك، انا دلوقتي هعزفه على الجيتار الكلاسيك. التلات اوتار اللي فوق بعزفهم بالصباع البي 1 2 وبطيء جدا ومع ايقاع، وانزل 1 2 3 4 وانزل 1 2 3 4. اول ما اوصل للوتر السول انقل على الاندكس او الصباع بتاعي السبابه، فيبقى اي وام، ابدل بالاي والام نازل تحت، ابدل بالاي والام وانا نازل. وارجع. واول ما اوصل للري ارجع تاني، ارجع تاني بالصباع الصباع البي بتاعي. هقول لك على حاجه هتحاول ايدك تعملها يعني. هتحاول ايدك لما بتفصل ما بين الاوتار الغليظه وتبدا تعمل بالاي والام على الاوتار الرفيعه، هتلاقي ايدك وقفت يعني، وقفت جزء من الثانيه عشان تغير البوزيشن. حاول تبطئ السرعه بحيث الوقت ده ما يبقاش محسوب يعني، الوقت ده يبقى داخل معايا في الزمن، مفيش اي مشاكل، كانك بتلعب كله متواصل وما عملتش. وشويه شويه انت هتلاقي السرعه بتاعتك ابتدت تزيد وابتدت تتحسن.
هتلاقي بقى حاجة كمان، انك وانت بتبدل صوابعك كده صباعك عايز يتحنجل عشان يبدأ الوتر اللي بعده دايما بدوت بالصباع اللي هو الاولاني، وتيجي ترجع تاني تلاقيه عمل وعايز يرجع تاني بنفس العدد بتاع البي اي، ما بيبدلش مع بعضه، هتلاقي فيه حنجلة كده في الموضوع. حاول تتغلب على الموضوع ده بان الاي تبقى على طول متبادلة، بغض النظر طلعت نزلت رحت جيت كله التبادل ده شغال، ما بيقفش وما بيعطلش وما بتقفش وترجع تاني من الاول، واخد بالك؟ فحاول تمشي الموضوع ده. وطبعا انت هتعزف بس مش من اول اربع خانات، انت هتعزف من اول اربع خانات لما توصل الخانة الخامسة وتروح راجع تاني بالجيتار بايدك تاني على الجيتار. لو عملت التمرين ده كل يوم زي الايروبكس، ربع ساعة كل يوم قبل ما تبدأ عمل في اي حاجة في الكوردات او تبدأ عمل في المقطوعات او تبدأ عمل في السلالم او اي حاجة، ده هيخلي ايدك ماشية على مسطرة الجيتار تمام. حاول كمان وانت بتعمل التمرين ما ايدك ما تفطش كده، يعني ايه؟ مش هاجي اعمل 1-2 الاقي اصبعي فط، 3 اصبعي فط، 4 فط، لا انا هكتفهم بقى ازاي. واحد هيخلص وهيفضل موجود، واثنين بعده، وواحد هيفضل موجود، وتلاتة هيفضل جنبه، واربعة، لغاية ما في لحظة الاقي الاربع صوابع على مسطرة الجيتار. ليه بقى؟ انا عايز ايدي تاخد على الوضع دوت اللي هو اللي موجود ده، ما تبقاش واخدة ان صوابعي عاملة كده. ليه؟ لان انا بعد كده انا هحتاج انزل على الوتر اللي بعديه بالصباع ده، بس شوف الصباع ده فين؟ الصباع ده بقى خلاص بره خالص كده، هيحتاج جزء من الثانية على ما يوصل تاني للمسطرة، وانا مش عايز اضيع الوقت ده خالص، فانا عايزه ياخد على طول على انه ينزل تحت على طول، ينزل في اللي تحتيه على طول. ماشي كده؟ هنعمل التمارين ديت وهنحتفظ بوضع الجيتار دوت لو انا عايز اشتغل جيتار كلاسيك، عشان اقدر اعمل المقطوعات بقى بتاعتي اللي انا عايز اعملها. حاجة كده مثلا. فده وضع الجيتار الكلاسيكي. طبعا مش هنسى اخواتنا بتوع الفلامينكو، هو بيقعد عادي جدا على الكرسي وساعات يحط رجله اليمين على رجله الشمال كده، والجيتار بيبقى حضنه كده، المسطرة بتبقى مايلة وهو على طول بيتحرك على الجيتار ده. طب انا ما بعزفش ده، ده ما بيطلعليش الصوت الكلاسيك اللي انا محتاجه او اللي انا هحتاجه في المقطوعات بتاعتي بتاعت الكلاسيك اللي انا هعزفها قدام. فما تتعودش على دوت لو انت هتعزف كلاسيك. لو انت هتعزف فلامينكو بقى وهتبقى كل حاجات راس جياد ومثلا ومحتاج انك انت تعزف العزف بالطريقة الفلامينكو اللي احنا هنعزفها ديت، خلاص يبقى هيبقى الجيتار كده. في عزف الجيتار الفلامينكو لما بيجوا يعملوا البي الاي والام، هما بيستعملوش الاي خالص، وبيستعملوا الاي والام. الاي بيستعملوه ساعات في الراس جياد وبس، انما الاي والام ديت هما اللي بيستعملوهم ومعاهم الصباع اللي هو الابهام دوت في الاوتار الغليظة. بس الصباع الابهام دي وظيفة تانية طبعا، لان الايد محتاجة انها تتثبت عشان تعزف التريلات السريعة وكده، بيثبتوا الصباع ده على الوتر السادس اللي احنا شايفينه ده، بيبقى راكز اثناء ما الاوتار التانية بتتعزف بالاي والام، فبيسند على الوتر السادس دوت لو ما كانش ليه حاجة، لو ما بيعزفش حاجة يعني في المقطوعة وكده. طبعا في الراس جياد وفي التمثالي الاوتار كلها بتبقى معزوفة بالايد كلها، مش هتلاقي اي صباع واقف، كله بيشتغل طبعا مع الايد كلها لما بتعمل في الراس جياد والحاجات ديت. بالنسبة للفلامينكو كمان خلي بالك انت هتحتاج تنقر على جسم الجيتار، دي حاجة بيسموها جولبي، جولبي يعني خبطة على جسم الجيتار، عشان كده بيحطوا واقي للجيتار عبارة عن بلاستيكة كده محطوطة ملزوقة على الوش بتاع الجيتار لجيتارات الفلامينكو. انت تعرف جيتار الفلامينكو دايما من المحلات لما تلاقي ملزوق عليه الحتة دي، ساعات تبقى شفافة وساعات تبقى بيضة، انا بحبش البيضة بصراحة، بتبقى عاملة زي ما يكون الجيتار لابس مريالة مثلا، بالك؟ فهو بتبقى شفافة غالبا عشان تبين جمال لون الخشب، بس بتحمي الجيتار لما بتيجي تنقر عليه، بينقروا دايما بالصباعين اللي هما الصباع الوسطاني والصباع بتاع الخاتم، فبينقروا كده بقى فتلاقي حاجات عاملة كده مثلا. مثلا بيعملوا الحركة دي زي مقص كده،
في خبط على الجيتار واخد بالك، وساعات ما بتيجي تعمل الرومبا مثلا ما تيجي تسمع فبتلاقي خبط. طبعا لو الجيتار ما عليهوش البلاستيك دوت بيتنقر وش الجيتار بضوافرك، فما انصحكش تعمله الا لما تركب حتة البلاستيك ديت على الجيتار. بتركب على الكلاسيك كمان، انا ركبتها قبل كده على جيتار كلاسيك عشان عايز كنت عايز اعزف عليه فلامينكو. الجيتار الكلاسيك من الفلامينكو مش فارق خالص، يعني انت ممكن تعزف فلامينكو على جيتار كلاسيكي مفيش اي مشكلة خالص، بس اهم حاجة انك انت يبقى جيتارك كويس تقدر تعزف عليه بس مش اكتر يعني. فاتمنى ان ديت تبقى حلقه بدايه بس لعالم الكلاسيك وعالم الفلامينكو، والفرق بينهم الاثنين في طريقه العزف طبعا، والستايل بتاعهم واضح جدا. الكلاسيك طبعا كلاسيك، والفلامينكو فلامينكو، وهتلاقي مقطوعات كتيره موجوده على اليوتيوب لو تحب تسمع حاجات مثلا في الكلاسيك، حاجات لسيجوفيا اندريه سيجوفيا، لحاجات لتريجا، لفرناندو سور، لكارولي. لو انت عايز بقى تشوف الفلامينكو اتفرج على باكو دي لوسيا، واتفرج على حاجات كتير. في ناس كمان بتلعب الفلامينكو بالريشه، يعني شفت الدي ميولا ماسك جيتار فلامينكو بيعزفه بالريشه. في مقطوعه ليه مشهوره اسمها ميديترينيان سان دانس، او رقصه البحر الابيض المتوسط، رقصة شمس البحر المتوسط، فبيعزفها بريشة، يعني عازف فلامينكو بريشة وبعدين بقى يعمل كوردات مع. مثلا ريشة مش بايد، مش بالايد الفلامينكو ولا بطريقة عزف الجيتار الفلامينكو اللي احنا عارفينها. فالسماء هي حدودك، اعمل اللي انت عاوزه وباي ستايل اللي انت عاوزه. والجيتار الكلاسيك جيتار مرن جدا، يتعزف بيه حاجات كتيرة وستايلات كتيرة، يتعزف بيه اغاني، يتعزف بيه موسيقى كلاسيكية، يتعزف بيه سولوهات. جيتار فعلا غني وجيتار جميل ومن احب الجيتارات الى قلبي ولا يمكن الاستغناء عنه. حتى لو انت بتعزف جيتار الكتريك او جيتار اكوستيك وبتاع، بيبقى عندك برضو جيتار كلاسيك علشان انت وانت قاعد مع نفسك، او انت في فكره موسيقيه جات لك فجاه وعايز تطبقها بتاخدها وتمسك الجيتار الكلاسيك على طول يشتغل معاك ويدي معاك الاحساس اللي انت عاوزه، وتبدا تعمل افكارك عليه وتستمتع بالجيتار. واشوفكم الحلقه الجايه.